أهلا بيكم مرة تانية. موضوعنا اللي جاي لازال هو موضوع الساعة الأيام دي أو الساعات الأخيرة، وهو تسريب الامتحانات. رغم الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة خلال الفترة اللي سبقت التجهيز للامتحانات، امتحانات الثانوية العامة، والتأكيدات المستمرة حول عدم تسريب الامتحانات، إلا أنه ما زالت مسألة تسريب الامتحان بتمثل لغز كبير جدا، حاجة غامضة، خاصة مع توحش الظاهرة بالشكل ده السنة دي، يعني تحديدا انتشار الغش الإلكتروني، استغلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اللي أثارت ضجة كبيرة جدا منذ أول يوم لامتحانات الثانوية العامة، وعملت على تشتيت انتباه الطلاب بنشرها الأوراق أسئلة الامتحانات، عملت إحباط للطلبة المذاكرين والأهاليهم اللي صرفوا عليهم دروس خصوصية وتعبوا معاهم على مدى السنة في المذاكرة والدروس والمجاميع والكتب والمصاريف والقلق طبعا. لكن السؤال هنا، هل يمكن السيطرة على هذه الظاهرة؟ بتبدأ منين؟ المشكلة فين من الأساس؟ إزاي ممكن نحل الأزمة دي؟ أسئلة كتير جدا بتحتاج لإجابات، الإجابات لازالت حائرة، أعتقد ضيوفي النهاردة هيجاوبونا عليها. أرحب بيهم. أهلا بحضرتك دكتور جمال مختار، خبير المعلومات والشبكات الإلكترونية، أهلا بيك. أهلا بيك. ودكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك. هنبدأ مع دكتور جمال. دكتور حضرتك يعني أهدتني مشكورا كتاب النهاردة جميل، اسمه مثير جدا، حقيقة الفيسبوك عدو أم صديق؟ ممكن نقول هو عدو مين وصديق مين من وجهة نظر؟ هو عدو بسبب كل الاستخدامات السيئة اللي بتحصل دلوقتي. احنا لا نحسن التعامل مع الفيسبوك بالطريقة الصح. اللي بيحصل في موضوع الثانوية العامة ده قمة في التهريج. الناس بتطلع لسانها للحكومة من أصغر موظف في الحكومة، حالة تحدي للدولة، لحد رئيس الدولة. الموضوع نظلم كل الناس. لو قلنا أن إدارة المعلومات والتنسيق في وزارة الداخلية كافية، أو لو قلنا وزارة التربية والتعليم كافية، موضوع ده قضية أمن قومي. ما ينفعش أبدا أن احنا نسكت على حاجة زي كده. تسريب الامتحانات دي تعتبر خيانة عظمى. تهديد السلم الاجتماعي دي مشاكل كبيرة جدا. القضاء على تكافؤ الفرص، احنا كده بنهد دولة. فما ينفعش ابدا ان انا اقول ده الموضوع ده بتاع التربيه والتعليم ولا بتاع وزاره الداخليه. الموضوع ده لازم كلنا في كل هيئات الدوله، في المخابرات، في الامن القومي، في كل ما يتخيل ان احنا يكون نتضافر مع بعض للقضاء على هذه الظاهره. لو دخلنا بقى العقوبات في السكه بتاعه النيابه وتضييع الوقت والتسويف النهارده عشان يسكتوا الناس، نزلوا في الجورنال قال لك قبضنا على كذا واحد، بعد شويه تلاقي الموضوع هيهدى ويطلعوا ياخدوا براءه، مش هيعرفوا يمسكوا عليهم حاجه. البيت المصري اللي بيتأثر، البيت اللي بيتهد، البيت اللي يعني ايه الحلول المقترحه من وجهه نظر حضرتك؟ اول حاجه لازم الاعتراف باهميه المشكله انها خارجه عن اطار وزاره التربيه والتعليم ووزاره الداخليه. امال هي فين؟ الموضوع عند مين تحديدا؟ الموضوع مفروض يكون امن قومي. موضوع لازم انا كدوله اكلم الفيسبوك، انت شريك في الجريمه، انت لازم تقول لي مين اللي بيعمل كده كدوله، لانه امر بيمس هيبه الدوله بالاساس. طبعا انا كمصر احنا للاسف لا عندناش حد بيتكلم انجليزي، عندنا هيئه التعليمات فاشله، ما عندناش حد بيروح يكلمهم راس براس كده يقول له تعالى اديني معلومات الناس دي والا تبقى انت شريك في الجريمه. ما بيتكلموش. هو كل اللي بيعمله يخش على شركات الانترنت، هات لي ده ولا دوري على ده، ويقعد يدور يلاقي ما يلاقيش. يعني انا لازم اخاطب الفيسبوك رسميا، اديني اسامي الناس دي. يعني هيئه الاستعلامات المنوط بيها؟ لا، هيئه الاستعلامات وهيئه الامن القومي والدوله المصريه ووزاره الخارجيه. لا، اقصد الخطوه الاولى اللي حضرتك بتقول عليها، هيئه الاستعلامات تقدم بياناتها وتطالب الفيسبوك، ولا ده عن طريق وزاره الخارجيه كمان والامن القومي؟ طبعا انا بقول لك الموضوع اكبر من كده. الموضوع انت بتهدي بلد، بتهدي 600 طيب. ألف بيت يعني. طبعا لا، وهو بالأساس كمان قضية أمن قومي وهيبة الدولة. لو في ردع جامد جدا في هذا الموضوع، أي الواحد هيفكر ألف مرة، اللي هيسرب واللي هيساعد التسريب طبعا، واللي هيبعت هذه الإجابات. دكتور حسن شحاتة كان بيأيد كلام حضرتك قبل طبعا. الهوى كان بيتكلم على أنه هو في ثانوية عامة سنة 62 الإذاعة الإسرائيلية أذاعت امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها النموذجية كمان، وهو إن الرئيس جمال عبد الناصر في هذا العام ألغى امتحانات الثانوية العامة، لأن ده كان أمر يمس هيبة الدولة، وهو حب يشير إلى أنه يعني يقول أنه هذه المؤامرة أحبطت وأن احنا قادرين أن احنا نعيد الامتحانات. عايز أعرف من حضرتك في نقطة ممكن نعتبرها المنطلق أو الأساس. الثانوية العامة رعب في كل بيت،
مشكلة يمكن بيفضل البيوت المصرية والأسر المصرية بتترقب وصولهم لمرحلة الثانوية العامة بالقلق والحذر، وإنهم بيعدوا إمتى ابنهم هيوصل فاضل كام سنة على الثانوية العامة. ليه الرعب ده ما يبددش من الأساس منظومة التعليم من وجهة نظر حضرتك كأستاذ للمناهج في جامعة عين شمس وخبير تربوي يعني كبير؟ كنا بنتكلم عن ان احنا محتاجين نغير نظام التعليم. نتكلم بصراحة يعني بدل ما احنا بنعتمد على نظام الحفظ والتلقين، محتاجين ان احنا نستفيد بـ 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 بنظم للتعليم في العالم كله، مش عيب ان احنا ناخدها كده كابي بيست. هو انت بتصرفي، انت عندك 50,000 مدرسة، عندك 1.5 مليون معلم من المعلمين الاكفاء المتميزين، عندك 20 مليون متعلم في التعليم قبل الجامعي، منهم السنة دي حوالي 600,000 طالب في الثانوية العامة. أصلا الدولة بتصرف كام؟ 76 مليار جنيه على التعليم، 90% منها أجور متدنية للمعلمين. يبقى أنت ما بتصرفيش حاجة على التعليم. أنت دعمك لأنبوبة البوتاجاز أعلى من دعمك للتعليم. ال 76 مليار دول بيروحوا فين؟ بيروحوا 90% منها أجور متدنية للمعلمين. الرئيس السيسي اعترف وقال بصراحة ان اهم مشكلتين بيقابلوا الدولة ومش هتحلهم الا في حدود 10 سنوات قادمة، التعليم والصحة. ده رئيس الدولة اللي قال بناء على تقارير وبناء على دراسات. القضية ايه؟ القضية انك انت اصلا كدولة ما بتوفريش مكان لكل متفوق مش ناجح، لكل متفوق في الثانويه العامه. نروح الجامعه قصدي حضرتك؟ نروح الجامعه المجانيه، يعني ما بوفرلوش مكان في الجامعه. الجامعه الحكوميه اللي هي جامعه الاعداد الكبيره والامكانات الفقيره. طب وهل ده كان من الاساس؟ ده الاساس في كل المشكلات. لا يعني هل من الاساس مظبوط ان الدوله تتكفل بتوفير مكان لكل ناجح في الثانويه العامه؟ الدستور بيقول ان كل واحد يتعلم من الابتدائي لغايه الجامعه تعليم مجاني بنص الدستور. قادرة اتعلمي قادرة، مش قادرة اتكلمي دخلي. اصل التعليم قضية مجتمع، مش قضية وزير ولا وزارة، قضية ان رجال الاعمال واهل الخير والاوقاف الخيرية. طب ممكن اسأل حضرتك بعيدا عن الدستور كخبير تربوي، هل مفروض ان كل يعني مواطن يحصل على التعليم مجاني من ابتدائي لغاية نهاية التعليم الجامعي؟ ده الدستور بيقول كده. لا ما انا بقول لحضرتك بعيدا عن الدستور، لو اتكلمنا في النظام العالمي في الدول المتقدمه اللي احنا عايزين ناخدها كنموذج في التعليم، هل الدول بتبقى متكفله بالتعليم حتى الجامعي؟ ايوه ده السؤال بقى، هل الدول متكفله لوحدها بالتعليم ولا في رجال الاعمال وفي تنويع مصادر التمويل؟ انت اصلا منع رجال الاعمال المتميزين الوطنيين المخلصين ان هم يشاركوا في عمليه التعليم، يشاركوا لانه بياخدوا المنتج التعليمي من الجامعه. ما هم برضه وهم ما يدفعوش مقابل هذا المنتج. طب ما هو في مدارس خاصه وفي، ولا قصدي حضرتك ان هم يشاركوا في دعم العمليه التعليميه المجانيه للجامعه؟ انا معاكي، بصي عاوزين تعليم حكومي وعاوزين تعليم خاص وتعليم فني وتعليم اجنبي وتعليم فني وتعليم ما تقفليش التعليم المفتوح كمصدر للتنمية المهنية للموظفين والغلابة. لا بس دكتور جابر نصار قال ان هو اثبت فشل والتجربة عندنا اثبتت فشل. يقول اللي يقوله، لكن احنا بنتكلم على ان التعليم المفتوح في مشكلة، في التعليم المفتوح متمثلة في البرامج، عدل البرامج في الخريجين دون المستوى. لا اسمح لي يا دكتور، بص الجامعة. دكتور عايزه بس عشان يعني نحدد. دكتور جابر نصار غير متخصص للتعليم. لا ازاي يا دكتور؟ غير متخصص رئيس للتعليم. جامعه القاهره استاذ قانون. اسمح لي لو سمحت، انا بقالي 50 سنه في التعليم. اسمح لي يا دكتور لو سمحت، البعض بيقول زي دكتور جابر نصار انه التعليم المفتوح غير مجدي في وضعنا الحالي في مصر، ولكن المستقبل للتعليم المفتوح لانه الدول مش هتتبنى العمليه التعليميه وتكلفتها وتدعمها الى ما لا نهايه، انه مفروض الدولة تتوقف. يعني ثواني اكمل يا دكتور. نفتح ولا نقفل؟ ما انا هكمل اهو، اقول لحضرتك ان الدولة مفروض انها تتكفل بالتعليم المجاني لغاية نهاية المرحلة الثانوية لوحدها، وانه لوحدها الدولة زي ما هي قائمة دلوقتي مع رجال الاعمال والتعليم الخاص وكل حاجة. ثواني يا دكتور اخلص لو سمحت، انا بتكلم على نقطة التعليم المفتوح، انه المستقبل التعليم المفتوح بمعنى لو ما كانش عندنا التعليم المجاني، لكن بما انه عندنا التعليم المجاني اذا التعليم المفتوح اثبت فشل. طب خليه بص ورا في انجلترا حتى الان التعليم مفتوح فيها، الدول الاجنبيه التعليم مفتوح فيها. ايوه موجود، لانه مش لان الدول في امريكا مش بتدعم التعليم المجاني. ما قلتش امريكا، بقول انجلترا. في انجلترا
اول دوله ماشيه فيها واحنا خدناها منها. انت في مشكلات في التعليم انجلترا مفتوح. طيب انا ما اعرفش بجد، انا بسال حضرتك، في انجلترا كل التعليم الجامعي مفتوح؟ لا مش كل، في تعليم مفتوح غير التعليم الحكومي. لا انا بسال، التعليم الحكومي الدوله في انجلترا بتدعم التعليم الجامعي؟ لا ده حتى طبعا. الدول الاشتراكيه زي الصين وغيرها بتجعل التعليم كله يعني للمتميزين او للقادرين. أيوة عقليا بالظبط، ده اللي احنا بنقوله يا دكتور. لكن تدي فرصه في نفس الوقت للتعليم الخاص والتعليم غير الحكومي، ان انا عاوز اعلم ابني بفلوسي، ما تسيبيني اعلمه. يا دكتور اسمح لي، ما انا بقول لحضرتك دي منظومه ودي منظومه، كل يعني منظومة لما واحدة. انا لا ايوه، بس اما انا اخلي الدوله اشيل عن كاهلها فكره الدعم المادي للتعليم الجامعي واخليه للمتميزين وللاصحاب الدرجات العاليه، ده كلام البنك الدولي. يبقى ساعتها كلام البنك الدولي قال لك انت مش قادره، بلاش التعليم الجامعي. طيب اسمح لي عشان ما نخرجش عن موضوعنا، ما هو ده الاساس. لو انت اوجدتي مكان لكل واحد ما كانش فيه ازمه ثانويه عامه. ما هو كل واحد عارف. اقول لك بقى اسباب الغش، اسباب الغش. طب معلش هرجع بس لدكتور جمال قبل ما ارجع لحضرتك بقى لاسباب الغش، هرجع تاني لدكتور جمال واسال حضرتك ازاي تكنولوجيا والكترونيا ازاي ناس تقدر تتحدى الدوله بهذا السفور وتقول انها هتحط الامتحان على المواقع والصفحات الخاصه بها على مواقع التواصل وان الدوله مش هتقدر توصل لها، ازاي بيقدر يحصن نفسه واحنا عندنا خبراء زي حضرتك وخبراء في الامن القومي، في امن الدوله، في هيئه الاستعلامات، في اجهزه كتير في الدوله معنيه بتتبع الحسابات على مواقع التواصل، ازاي دول قادرين يحصنوا نفسهم ان محدش يوصل لهم؟ فاكره زمان في الجامعه كان في تقدير اسمه ضاد جيم ضعيف جدا، احنا الدوله من اولها لاخرها ضعيفه جدا الكترونيا، وزاره الداخليه ضعيفه، الهيئات الثانيه لو كانت قويه ما كانش حصل كده. احنا ضعفاء جدا في هذا الموضوع. انا طالبت من زمان استعينوا بالهاكرز اللي في شارع عبد العزيز، هاتوهم شغلوهم في نادي الشرطه عندكم وادوهم مرتبات وتعاملوا زي ما الشركات بره بتعمل، استعينوا بناس شاطره وكبروا الموضوع واخرجوا خارج المنظومه بتاعت انكم عايشين جوه نفسيكم، يا اداره معلومات يا توثيق يا امن قومي يا غيره، دي احنا في كارثه. حضرتك بتقولي اسرائيل سربت الامتحانات، معنى كده ايه؟ انها عارفه ان حاجه زي كده هتدمر الامن القومي المصري، يبقى مش مشكله وزاره التربيه والتعليم، دي مشكله امن قومي مصري. بالزبط. لو اعترفنا بهذا الموضوع واشتغلنا عليه صح يبقى في حلول كتيره قوي، انما طول ما احنا ضعفه، طول ما هم اللي هم اصلا ضعفاء بيطلعوا لسانهم للدوله اللي هي دوله ضعيفه بكل اسف، ودي اهانه للدوله. عندنا رئيس بيعمل طرق، واحد تاني بيطلع لسانه للرئيس وللي تحتيه، انا عارف اعمل كل حاجه، مش انت عمال تبني، انا عمال هدي لك في الدوله بتاعتك. وبعدين مين قال لك ان هو بس واحد بيسرب امتحانات؟ برضه ممكن اسرائيل، برضه ممكن دول تانيه، لانه خلاص عارفين هضرب في العظم المصري ازاي. فاحنا للاسف طبعا هي مساله هيبه الدوله، بس النهارده يعني عايزه برضو اخد الكلمه دي من حضرتك، لانه الناس مش بتتعامل قوي مع نظريه المؤامره دلوقتي، بيتقبلوا الكلمه بسهوله. لما جت تصريحات لمسؤولين في الوزاره قالت ان دي اللي سرب الامتحانات دي مؤامره خارجيه وكده، الناس استهانت بالكلام ده. فاذا كان عند حضرتك يعني تفسير علمي منطقي يؤيد هذه النظريه، نظريه المؤامره، قولها لنا. ازاي ممكن انه يبقى مسؤول عنها اطراف خارجيه نحبها؟ والله نظريه المؤامره مكتوبه في الكتاب اللي انا الفته الحلقه. انا عايز اعرفها من حضرتك بقى لايف عشان بس لك الموضوع ايه. انا دلوقتي مش عايز اتكلم على نظريه مؤامره، انا هتكلم ازاي اتحول من دوله ضعيفه الكترونيا مصابه بالجهل الالكتروني. لا بس قول لي النقطه عشان حضرتك قلتها، انا ذكرتها، قلت ممكن تبقى دول خارجيه اتدخلت ازاي؟ ازاي بمنتهى البساطه، انت عندك ناس مصريين يعرفوا ناس في قطر وناس كتير جدا من الاخوان موجودين، وعندك اسرائيل بتتدخل في مصر وعارفه تعمل كل حاجه من ايام عبد الناصر، مش حاجه جديده. انت فين بقى قوتك كدوله؟ انت لازم يكون عندك رادع جامد جدا، لازم يكون عندك منظومه لا يفل الحديد الا الحديد، لازم اكون في منتهى القوه ان انا اتعامل. واخر حاجه انا عايز اكون دوافع عدائيه بالتاكيد. نعم، ولازم اكون كمان عارف اتعامل عالميا، انا عالميا بتعامل معاهم ازاي؟ طيب الدوافع بالتاكيد عدائيه والاعداء كتير في كل الدول اللي حضرتك قلت عليها، ولكن نعرف نعرف من حضرتك بقى النقطه اللي كنت عايز تتكلم فيها، ازاي احنا كدوله نامن نفسنا؟ احنا اول حاجه لازم نكون عندنا ادارات كتيره لهذا الموضوع، لازم عندنا نوع من نشر المعلومات الصحيحه والرد بالرد والردع في القوانين بتاعتنا، في تنفيذ القوانين. بعد كده انا عايز اكون عندي ادارات كتيره تساهم ان انا اتعامل مع الفيسبوك والشبكات الثانيه بنفس هذا القوه اللي بيتعامل بها الناس الثانيه. فانا لازم اكون كده. انا عايز اعرف حاجه، البيوت اللي فيها الشهادات الدوليه مش زعلانين ليه؟
هنخش بقى المنظومة التعليمية الأصلية. البيوت دي مش ما عندهاش رعب ليه ومش خايفة ليه؟ الموضوع ماشي سمود، ما فيش أي حاجة. لا أي موضوع البيوت في الخارج. لا اللي هنا شهادات دولية. الشهادات الدولية. لا ده وضع تاني. الثانوية العامة رعب طبعًا، بس أنا عايزة قبل ما تنقل برضو العملية التعليمية أعرف من حضرتك فكرة الردع اللي حضرتك أشرت إليها. يعني هل ده قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية اللي أشرت ليه في كتابك؟ أنا طلبت هذا القانون. ولا قانون العقوبات يكفي؟ لا طبعًا طالبه من 2008، بس قانون يكون مدرك للي بيحصل، قابل للتغيير، قانون عربي موحد. معقوله احنا عندنا جامعه الدول العربيه عند كوبري قصر النيل ومش عارفين نطلع قانون عربي موحد يمنع ان انا اطلع قانون مصر واحد يكسره لي من تونس او من ليبيا؟ لازم يطلع قانون عربي رادع موحد لمكافحه الجريمه الالكترونيه. ثاني حاجه، لازم الادارات عندي تقوى، ولازم نعترف ان الاداره اللي عندنا ضعيفه، وان احنا كمصر كلها عشان ما حدش يزعل ضاد جيم، احنا بلد ضعيفه. لو ما كناش ضعفاء ما كانش ناس تعرف تعمل فينا اللي احنا بيحصل. بس احنا بس ولا المنطقه العربيه بشكل عام في حد بيسرب امتحانات بالشكل ده؟ الحقيقه ما نتعلم يعني من دبي ومن السعوديه، ناخد منهم الحاجات اللي هم بيعملوها والاليات اللي بيشتغلوا بيها. تعالوا علمونا الكلام ده. طيب ما تيجي نتعلم منهم يعني. طيب ناخد خيبه. طب انا عايزه برضو اعرف من حضرتك، معلش يا دكتور حسن قبل ما ارجع، ايه بنود قانون الجريمه الالكترونيه اللي حضرتك اتكلمت عنه في كتابك؟ ايه هي يعني اهم الملامح او البنود اللي حضرتك شايف انها قادره على التامين وانها ممكن تتطور مع التطور التكنولوجي الهائل والسريع اللي احنا مش بنقدر نلاحق عليه؟ يعني اي قانون للجريمه الالكترونيه نقدر او مكافحه الجريمه احنا الالكترونيه؟ احنا لازم نعمل توصيف حاد جدا ما هي الجريمه الالكترونيه، لان القانون الجديد فضفاض جدا. انا ممكن النهارده بالقانون ده انا وانت نخش السجن. تجدير السلم وتجدير مش عارف ايه وكلام، يعني كلام مش واضح. لازم القانون واضح جدا ما هي الجريمه الالكترونيه، ابعادها ايه، تعريفها ايه بالظبط، وتعريفها بالضرر اللي بتعمله. بعد كده انا اقدر امسكها ازاي، ثم الردع ازاي، ما اخبيش نفسي 4-5 سنين في النيابه، بعدين رد المحكمه، بعدين القاضي مش عارف يعمل ايه، بعدين. بس هي برضو غالبا بتكون فضفاضه، لانه القانون لو كان بيحدد يعني بنود او جرائم معينه او ممارسات معينه، طب ما هي بتتطور بسرعه جدا. يعني قبل ما يطبع الكتاب اللي بيحمل هذا القانون هيكون في تطور تكنولوجي اجدد. مش احنا بنستورد التكنولوجيا من الخارج؟ ما ناخد القانون بتاع انجلترا. طب حضرتك ما تقول لنا عنه. نعم، واللي كلمنا عنه. ايوه، ما في اليات انها تمسك الكلام ده. ايوه، كلمنا عن قانون انجلترا، هل هو امنهم؟ هل هو بيتناسب مع التطور التكنولوجي الحديث جدا اللي احنا بنشهده؟ بالظبط بالظبط، هو ماسك معرف الجريمه ايه بالظبط، همسكها ازاي، الاليات بتاعتي ايه، الردع بتاعي سريع جدا ازاي. وعندهم ممارسات شبه اللي عندنا؟ كل حاجه موجوده في العالم كله. كل حاجه. بس ناس يعني كل الناس بتعرف تعمل جريمه، انما لما بيكون في ردع الجريمه بتقل. طبعا. لما بيستعان بناس فاهمه بما فيهم الشباب اللي تحت 20 سنه. انا نفسي الناس دي تكون مع في اللجنه بتاعه وضع القانون، لان الناس دي فاهمه كويس جدا. اكيد. طيب هرجع لدكتور حسن شحاته، وعايز اسال حضرتك. الاسئله تبقى سهله. نعم، من المقرر وسهله. ايوه، اسئله سهله طبعا من المقرر. طيب سؤال سهل جدا، هل وزاره التربيه والتعليم مسؤوله بشكل كامل عن ما حصل؟ لا، كلمه كامل لا طبعا. هو خلينا اقول مسؤوله بشكل جزئي. لا طبعا، اقول زي ما قال الباشمهندس الدكتور، كلامه هو الكلام الصح، كلام المتهم الاول للاتصالات. انا بس عايز اقول لحضرتك، المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم بشير حسن، استاذ بشير حسن، قال ايوه وزاره التربيه والتعليم هي المسؤوله عما حصل. لا، جزئيا هو قال كلمه جزئيا بس. لا، ما قالش كلمه جزئيا. ولو ما قالش جزئيا يبقى مخطئ. طيب ماشي، ولكن طب نقدر نقول، انا هسال سؤال بس اول قبل ما اكلم سيادتك. اتفضل. هل اقاله وزير ضمانة لعدم الغش في امتحانات سنوات قادمة؟ طبعا لا. لا طبعا، ما هياش ضمانة. خلاص، يبقى مش الوزير هو الأساس. لا، ما هياش ضمانة. زي ما قلنا الأساس نتكلم بموضوعية وبشفافية. نوع الامتحان، لا احنا ما قلناش ضمانة مبدئيا، بس يعني في أوروبا ودول متقدمة ممكن يستقيل وزير عشان حدث فادح وحدث جلل زي ما بيحصلش الكلام ده، لأن في نظام وفي قانون وفي حريات وفي ما فيش شماعات. خلينا أقول في الأول، نظام الامتحان ان الطالب يقعد اسبوعين يمتحن في 100% من الدرجه اللي بيحصل عليها يدخل بيها الجامعه، والامتحان قائم على الحفظ والاستذكار. اجابه السؤال الاولاني صفحه 17، اجابه السؤال الثاني صفحه 36، اجابه السؤال الثالث صفحه 52، لان الامتحان بيوضع من داخل الكتاب واجابته داخل الكتاب. ما فيش تفكير، ما فيش اجابات متعدده للسؤال الواحد، دي نمره واحد. ايوه. نمره اثنين، ما فيش امتحانات متعدده، في امتحان واحد.
حطي اربع امتحانات للثانويه العامه، حطي امتحانات على مستوى المحافظات. طب خلينا نقف بقى عند الحته دي ناخدها بالتفصيل لانها مهمه وممكن في ناس ما فهمتش قصد حضرتك. اما نقول ده امتحان واحد في توقيت واحد وانه حطي زي ما حضرتك قلت حطي كذا امتحانات ثلاث اربع امتحانات في نفس الوقت، ده ممكن نسميه امتحان قومي، كل اللي في ثانويه عامه بيمتحنوا في نفس التوقيت في نفس الامتحان. احط امتحان قومي؟ ايوه. اربع امتحانات. انا عايزه بقى اربع امتحانات، عايزه بقى البدائل. ألف ب وجيم ودال. البدائل اللي حضرتك تقدمها ايه؟ اقدم يعني انا في امتحان اللغه العربيه اقدم امتحان الف وب وجيم ودال. دول ايكوال متكافئين. انا كاستاذ تربيه اقول ان الاسئله دي متكافئه وبتقيس نفس المهارات المستهدفه واللي عليها الدرجات دي. وامتحنهم اللغه العربيه على اربع مرات. اللغه العربيه كان نموذج، وبعدين الانجليزي والرياضه والفيزياء والكيمياء والطبيعه الى اخره، ما يبقاش في امتحان واحد. اللي يجي بقى في الفيسبوك ويجي يعمل اربع اجابات مش هيقدر يعمل اربع اجابات. في الوقت البسيط ده مش هنقدر نسرب اربع اجابات، هنقدر نسرب اجابه واحده. فدي دي حاجه. ممكن دي حاجة. امتحان شويس او الامتحان اللي هو اقول له اللي هو الاختيار المتعدد، اللي هو زي برضو اوروبا والدول المتقدمة. ايوه. وده سهل بالتصحيح وبالمكن والالات مش بالمدرسين. تمام. ان يسوي الدايره دي امتحان الف وامتحان ب وامتحان جيم وامتحان دال في نفس اللجنه. الصف ده هياخد امتحان الف ده ب ده جيم ده دال، خلص الموضوع في نفس اللجنه. في نفس اللجنه يعني يبقوا كل صفين جنب بعض ما عندهمش نفس الامتحان. بس ده انا ادي الف الف ب ج د، وبعدين ادي د ج ب الف. الاولاد مش هيبقوا عارفين ده. اما يقول له سؤال الف سؤال واحد اجابه الف تطلع غلط، يقول له سؤال اثنين اجابه د تطلع غلط. لان طب الوزاره غايبه فين عن الحلول ده البسيطه؟ محتاج ايه؟ محتاج اوراق كتيره في الاجابه، كراسات كبيره. يعني عندنا مشكله ورق ولا ايه؟ بجد ما اتعودناش على التعدديه دي. الفنا الحفظ والاستظهار. انا بقول لك ان الخناقه اللي بتحدث دي على الامتحانات، الامتحانات موجوده الخمس سنوات السابقه. لو انا حليت امتحان خمس سنوات سابقه وده انا حطيت مع زملائي معايير وضع الاسئله. الاسئله بتاعت خمس سنوات سابقه بتتكرر كل سنه. فهو مش مفيش امتحان صعب ولا حاجه. الحاجه الثانيه هتحل المشكله، ما تخليش الثانويه العامه 100% في الامتحان التحريري. خليه 80% وخدي 20% الميول والرغبات في الجامعات. خليه 50% والجامعه تمتحن 50%. خلي امتحان اللي حسب القطاعات زي ما كان موجود ايام الرئيس مبارك. بنعمل ايه؟ اللي عاوز يخش قطاع الهندسه ياخد نجمع له اوفر او فوق المجموع الكلي نجمع له الرياضه والفيزياء. اللي عاوز يخش الطب اجمع له من مجموعه درجه الكيمياء والاحياء. اللي عاوز يخش العلوم الانسانيه بما فيها الاعلام نجمع له درجه. بدل ما اعمل ثانوي علمي وادبي والكلام ده. بقى مش محتاج. طيب اسمح لي يا دكتور. ففي في يعني انا كنت في عضو المجالس القوميه المتخصصه. وكان عندنا بدائل وخيارات على مستوى العالم. طب ليه عمرها ما اتنفذت؟ ما محتاجة يعني انت مش محتاجة تغيير اشخاص، انت محتاجة تغيير ذهنية. ما هي الذهنية دي مرتبطة بالاشخاص. انت لا عندك لا مش مرتبطة بالاشخاص. لا عندنا مركزية في القرار. ازاي بقى انت عندك وزير المركزية يجي لك وزير لحظة مثلا لحظة طبيب عشان طبيب اذاكر قدامك طبيب اطفال اذاكر قدامك وتمتحنيني. المركزية واللا مركزية حاجة. لا انت استاذ. لا لا معلش 50 سنة بتعلم برضه. وحتة ان انا غير الذهنية يعني جد انسان عقليته مختلفة عن العقلية اللي موجودة الان. علما بان الوزير الحالي استاذ استراتيجيات واستاذ يعني عارف التربية المقارنة وصنعته دي. طب امتى امتى لا بس امتى هنشوف وزير تعليم معلم؟ ما هو ده هو معلم هو ده من وزارة التربية والتعليم حاصل على الدكتوراه في التخطيط التربوي. لا انا بسال حضرتك هل هو كان معلم او تدرج وظيفيا في وزاره التربيه والتعليم؟ تجيبي لي مدرس في التربيه والتعليم تقولي لي يبقى وزير؟ امال اجيب طبيب اطفال؟ الوزير الدكتور حسين كامل بهاء الدين طبعا مع احترامنا وكامل احترامنا. سيبك بقى مش هنتكلم. بس احنا عايزين وزاره التربيه والتعليم مضت صناعه ما ليست له صناعه. عاوزه تعيني في طبيب وزير تعمليه في التعليم، عاوزه تعملي محامي وزير زي فتحي سرور تجيبيه، عاوزه تعملي مهندس وزير زي احمد زكي بدر تجيبيه. هو دي منط ما بيجيش الوزارات الثانيه ليه؟ في الصحه وفي الشرطه وفي الحربيه ما بيجيش ليه مدرس تعينينك؟ يعني ايه مدرس؟ ما ده معاه دكتوراه
في التخطيط طيب. التربوي. طب لما نشوف دلوقتي احنا هنخطط ازاي في المرحله الجايه. طب لحظه بس اديله حضرتك نصيحه. اقول لك حته التخطيط قبل ما الدكتور الهلالي الشربيني يبدا امتحان الثانويه العامه وجد ان في اربع مدارس في الريف بيتم التحويل اليها من جميع انحاء مصر. فعرف ان المدارس دي غش جماعي فلغاها. لغاها. بعد كده غير اعضاء الكنترولات اللي موجودين بقالهم سنين وسنين وبيغشوا وبيدلسوا، والسنه اللي فاتت طب ممكن اعرف غيرهم عمل ايه يعني؟ غيرهم لا عشان غيرهم عمل ايه؟ يجددوا لا عمل ايه؟ غيرهم عمل ايه يعني؟ جاب بدلهم. لا جاب هو وداهم فين هم؟ دول مدرسين اصلا راحوا مدارسهم وجاب ناس يعني تانيه. راحوا مدارس تانيه. راح جاب ناس تانيه. ايوه بس دم جديد. انت عندك ما تقدريش تحطي في الجيش او في الشرطه لواء او عقيد او مقدم يقعد طول عمره في الخطر. لا انا بسال حضرتك لما نقلهم مدارس ثانيه هم مش هيعملوا اللي عملوه هنا في مدرسه؟ لا انا قالهم كنترول. نقلهم كنترول. ما انا عشان كده جد الدم كنترول. طيب يعني عمل احترازيا لامتحان الثانويه العامه. طب ما هو اللي يغشش الاولاد في الفصل في الامتحان ممكن في الكنترول يغشش برضه ويغش. لا الكنترول بيضيع ورق ويطلع ويغير نمر. الكنترول عنده الاسئله هو قبل ما تتوزع هو اللي ممكن يسربها هو زي ما حدث قبل كده. طب اسمح لي بقى لو سمحت هرجع لحضرتك تاني عشان اعرف ازاي بيتم التسريب، وعايزه اعرف دوره حياه ورقه الاسئله. مين اللي بيكتب الامتحان؟ بتتحرك فين لغايه ما توصل للمطبعه السريه وبعدين تتحرك لغرفه العمليات وبعدين الادارات التعليميه؟ عايزين نعرف دوره حياه ورقه مكانها كمان. ورقه الاسئله ومكانها عشان نعرف ازاي نسربها. بيتم توزيع اختيار بس هستاذنك ارجع لدكتور جمال وبعدين نرجع تاني لدوره حياه ورقه الاسئله. ماشي دكتور جمال. اعرف من حضرتك ايه اللي حضرتك عايز تقوله لنا، لان انا حاسه انا مش عايز اسال حضرتك سؤال ياخدك في مكان تاني. انا سالتك ازاي نامن نفسنا، سالتك ازاي هو بيحصن نفسه ازاي، بس يعني فهمت من حضرتك انه صعب الوصول اليه، مش حاجه سهله. بس عايزه اعرف من حضرتك عايز تقول لنا ايه؟ ازاي نقدر نحمي نفسنا من الجريمه الالكترونيه انها توصل الى هذا الحجم وتتفاقم انها تبقى تمس هيبه الدوله وتوصل لهذا الصفور من التحدي للدوله؟ طيب من الاول تعالي نبتدي ان احنا نقسم الجريمه الالكترونيه الى جريمه والكترونيه، تعالي نستفيد من حته الكترونيه. احنا كلنا مش هنخبي على بعض عارفين البيت المصري بيصرف قد ايه على الدروس الخصوصيه، والسناتر والدكتور اللي جايب عربيات ايه، وكل الناس اللي بتصرف جامد قوي على الناس اللي بتاخد مننا فلوس وبتشفط البيت المصري. 24 مليار. بعد كده احنا بنقول ان بهذه الميزانيه ما تيجي نقلد الشهادات الدوليه اللي موجوده ونعمل سيستم يعني غير قابل للغش، ونستعمل التكنولوجي في هذا الموضوع، نستعمل التكنولوجيا في التعليم بحيث ان ما ينبقاش في فرصه للغش بكل التريكات بقى اللي ممكن تحصل زي اللي قال عليها الاستاذ حسن. زي. ثاني حاجه، انا النهارده لو بسرب وعارف ان في ردع غير طبيعي هفكر 1000 مره، سواء كنت ولد صغير او واحد ببعتها بالواتساب او بخش في لجنه الامتحانات او في المطبعه السريه. لو عندي حاجه جريمه ان دي جريمه امن قومي، دي خيانه عظمى، دي تدمير السلم، لازم الناس يعني يستوعبوا الكارثه اللي احنا فيها. ما ينفعش ان انا اهندلها بالطريقه اللي هي كل واحد يقول لك اتشطر او يقول لك انا متحمل المسؤوليه. انت مش متحمل المسؤوليه، الموضوع اكبر منك بكتير. انت لو قلت كده عشان خاطر الجرايد تطبل لك وانك تطلع شاطر ان انت تحملت المسؤوليه، الموضوع اكبر منك. ثاني حاجه، اداره المعلومات والتوثيق في وزاره الداخليه، طالما احنا في مصيبه في مصر لازم اقولها لك تاني، اداره مش كفايه، قويه وكل حاجه بس مش كفايه، لازم يبقى في كذا اداره، لازم عددها يكتر، لازم تتحول الى حاجه كبيره جدا، لازم يطلع قانون بسرعه جدا. طب وهل الخبرات اللي في الادارات دي حضرتك شايف من وجهه نظرك ان الخبرات دي كافيه لملاحقه التطور التكنولوجي اللي بيحصل كل يوم؟ والله الرد بمنتهى البساطه، ما كانتش حصل الكوارث دي. وما ينفعش نطبل لحد ولا ندادي لحد لان احنا في مصيبه. بس عندنا كفاءات. لحد فين؟ لا عندنا كفاءات نقدر ان احنا نستعين بيهم. عندنا كفاءات من اول شارع عبد العزيز يا فندم والسراج مول. هاتوا الناس الهاكرز اللي هناك وشغلوهم معاكم في وزاره الداخليه. زي ما ده انا مش مخترع مبدا في حرب 67 عملوا ايه؟ دخلوا جابوا المهربين من السجون عشان يروحوا يطلعوا المصريين المفقودين في سيناء. فانا مش بخترع مبدا، هاتوا الناس دي، الناس دي شاطره جدا. تاني حاجه، خلوا صوتكم عالي بره، خلي الفيسبوك بره ما يساهمش في الجريمه اللي بتحصل دي. طبعا هي اداره التوثيق والمعلومات في وزاره الداخليه
قبضت بالفعل على ناس، يعني في ناس يا فرحتي معلش بقى يا فرحتي متهمين وقفلت صفحات يا فرحتي اللي هي ما كنا قفلنا كل حاجه لو كانوا شغالين صح. ما كنا قفلنا كل حاجه، احنا لا هندادي ولا هنطبل لحد، مش هنقدر نقول صح ولا غلط. لكن لا احنا عندنا لا احنا عندنا مصيبه يا فندم، لا احنا لازم نقول ان في غلط بس طبعا، بس ممكن تحصل في حتت كتير. لا ما بتحصلش بالكوارث اللي بتحصل فيها في مصر معلش، الدرجه اللي عندنا شوفي كام بيت مصري من 600,000 بيت متهان وعنده انهيار دلوقتي، احنا مش هنطبل لحد طبعا. هم قالوا انه في بعض ال هم قالوا عشان يغطوا نفسهم يا فندم الاطراف. لا 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 ما كانش وزير التعليم، امال الناس دول كلهم. انا قلت لك هو اكبر من وزير التعليم الموضوع. لا وزير التعليم احال 12 مسؤول في وزاره التربيه والتعليم اتحقق معاهم قدام النيابه النهارده اتعبط عليهم. هل ده منع الكوارث اللي بتحصل؟ هو هنفضل دافنين راسنا في الرمل يا فندم؟ في مذنب لازم هنوصل له قبل ما نقول كده. لازم المذنب هو التقصير اللي موجود يا فندم. هو ايه التقصير اللي موجود؟ التقصير طبعا والجهل الالكتروني والاميه الالكترونيه كل دي مذنبين. طيب انا ايه الاميه الالكترونيه دي؟ طيب عايزه ارجع لحضرتك بقى ونعرف معاك دكتور حسن ازاي بيتم التسريب، يعني قول لنا كده احكي لنا رحله حياه او دوره حياه ورقه الامتحان. مين الاول الامتحان؟ مين اللي بيحط؟ لا الاول من اول مين اللي بيحطها؟ أول بالقانون، هو القانون بينص على ان في ثلاثه اساتذه بيحطوا الامتحان، احدهم يكون من مؤلفي الكتب المدرسيه، احدهم بيكون من الممارسين الميدانيين المواجهين او المدرسين الاكفاء، ثم مستشار اللغه التخصص اذا لم يكن عليه قرابه من الدرجه لغايه الدرجه الرابعه. مستشار الماده يعني؟ استاذ مستشار الماده ليه قرابه مع مين؟ ها؟ ليه قرابه مع مين؟ لو المستشار ليه قرابه درجه اولى او ثانيه او ثالثه او رابعه يعتذر عن وضع الامتحان. قصدك مع طالب حضرتك؟ قصدك حضرتك مع طالب ليه يعني؟ طالب؟ مع طلاب؟ ليه قريبه؟ ليه قريبه؟ او ابن خالته، ابن عمته، واحد قريبه من لغايه الدرجه الرابعه فما يحطش، يمتنع. وفي وزاره التربيه والتعليم فيها اللي هو الشرطه المخصصه بالامتحانات دي بتعمل تتبع للثلاث اعضاء دول. بيتتبعوهم ويشوف نمره واحد بيحطوا الاسئله الثلاثه دول معا في اطار كتاب الطالب اللي معاه في المدرسه وفي اطار توزيع المقرر على السنوات الدراسيه على السطح على السنه الدراسيه وفي اطار معايير الاسئله ان تكون الاسئله من داخل الكتاب المقرر موزعه على ابواب الكتاب فيها احداث جاريه او احداث في شهر مارس وابريل فيها تطبيقي وفيها نظري فيها سؤال نسبه من الاسئله الاختياريه فيها سؤال المتميزين نسبته 15% بنسال في الماده السنه دي والسنوات اللي قبلها. طيب بعد ما بيحطوا الامتحان في حد بيراجع؟ في حد بيراجع وراهم؟ ها؟ في حد بيراجع بعد ما بيحطوه؟ ما انا اقول لك انا حطيت الامتحان حوالي 16 سنه ما شاء الله مش السنه دي. مش كنت تقول لنا يا استاذ يا دكتور حسن السنوات اللي فاتت خالص؟ ايوه طبعا قبل ما تم 70 سنه فبيروحوا ما كانش في ساعتها مواقع التواصل دي. لا كان في بس ضعيفه. كانت ضعيفه المبتديان قدام حديقه دار العلوم مكان كليه التجاره القديمه. ده اداره الامتحانات. اداره الامتحانات دي فيها المطبعه السريه. بنخش نمضي احنا الثلاثه بنخش نمضي بالتاريخ والزمن اللي احنا دخلنا فيه. بنقعد في ترابيزه لوحدنا في اوضه كتخصص ونبتدي نحط الاسئله اللي احنا حطيناها بره مع بعض نيجي نبتدي يطبعوها هم جوه واحنا نراجعها. مين هم اللي بيطبعوها جوه؟ المطبعه السريه، اعضاء المطبعه السريه. ودول برضو بيبقوا مدينين ومعروفين بالاسم؟ دول مختارين من المدرسين الاكفاء في الوزاره. دول اعضاء اللجنه السريه، دول بيطبعوا ودول الظاهر ليهم مواصفات خاصه وفي تفتيش ليهم، بس طبعا ممكن يحفظوا، يعني ممكن التسريب يبدا من وضع الاسئله نمره واحد. يبدا من من الكنترول من اللي هم بيطبعوا الاسئله اللجنه اللي هو السريه المطبعه السريه. طب وضع الاسئله بيبقى عددهم ثلاثه زي ما حضرتك اشرت. كل ماده. طيب اعضاء المطبعه السريه. ما اعرفش عددهم كام وما اعرفش حوالي يعني. ما اقدرش اخمن. هم موجودين حضرتك جو... وضعت قبل كده امتحانات ودخلت المطبعه السريه؟ بيجي لنا واحد ياخد مننا الورق وخش. يعني بيجي لحضرتك واحد ويجيب لنا كوبايه شاي واحد وبس. ويخش هو يطبع الاسئله ونيجي بعد ثلاث ايام او اربعه نراجع الاسئله. كويس. نمره ثلاثه الاسئله دي بتتوزن ما بتتعدش بتتوزن. عندهم الكيلو يساوي مثلا 500 سؤال او 800 سؤال بتتوزن. لا معلش اعرف يعني ايه ازاي؟ اللي ما بيعدوش الاسئله بمكنه بيوزنوا الاسئله. كيلو الاسئله دي في ماده الفيزياء او في الانجليزي او بتاع تساوي اللي هو مثلا الورقه صفحتين يبقى الكيلو بيساوي كذا عدد من الاسئله. ف
فبيحطوا كل عدد من الاسئله 100 سؤال او 200 في قلب ظرف، والظرف ده بيتقفل وبتشمع. هم بيعملوا كده ويكتبوا عليه اسم الماده وعدد الاسئله. وكم كيلو؟ لا ما هو كم كيلو بقى عدد الاسئله. كم كيلو يعني عدد الاسئله؟ هو انا الحقيقه مش قادره فحضرتك فهمتها يا دكتور جمال؟ انا بقترح، طب ليه ما تبقاش الرقابه من اول المطبعه السريه من وزاره الداخليه؟ انا اقول لك اللي هم موجودين خلينا في خلينا بيعدوا الاسئله عشان تفهميها بسهوله. بيوزنوا كيلو الاسئله، كيلو الاسئله يساوي كم ورقه اسئله؟ كيلو اسئله في الماده الواحده؟ اه. وهو الامتحان بيبقى كذا كيلو؟ كذا كيلو طبعا. ازاي يعني حضرتك يعني وهل الكلام ده لسه موجود لحد دلوقتي؟ موجود لحد الان. بيعدوها. انا غلطان، بيعدوا الاسئله خلاص عدوها. لا مش غلطان، اصل معلومه مهمه. انا عندنا الاسئله بالكيلو، دي حاجه امتحانات بالكيلو. لا امتحانات بالكيلو، ويتحط في الظروف وتتقفل ويتكتب بقى قنا، اسوان، سوهاج، اسيوط، المنيا، كل محافظه ليها عدد الطلبه ويساوي عدد الاسئله بعدد اللجان. قصدك ورقه الاسئله؟ ورقه الاسئله معناها ورقه الاسئله. فبياخدوا الظروف دي كلها تبتدي تتحط في خزن حديد ومعاها قوات مسلحه من الجيش، وبتسافر اما بالقطر او بالطياره او بالاتوبيس، يعني بالسياره حسب وسيله التامين اللي الشرطه والجيش بيامنوها بالسلاح. طب بتخرج من المطبعه السريه الى قنا، من مطبعه الى اسوان، من مطبعه الى السويس. الكلام ده بقى بيبقى بالليل؟ في اي وقت. لا ازاي، لازم قبل بقى دخول الورقه اللجنه على طول؟ لا يعني لا افرض هو مسافر ده حتى لو جه في شمال القاهره وجنوب القاهره المراكز الاسئله، بعد كده الاسئله دي ايوه افرض انه مسافر هنا يروح بالطياره. بالطياره ويروح قبلها باسبوع. ليه؟ لان قنا فيها محافظة، فيها مدارس بيمتحنوا فيها الطلبة. وقبليها باسبوع بيقعد الورق فين الاسبوع ده؟ بيتحط تحت حراسة مشددة من القوات المسلحة ومن الشرطة. فين؟ راقدين قاعدين جنبيها بالسلاح. فين؟ مقره فين؟ قنا مثلا فيها 10 مدارس ثانوية بيمتحنوا ثانوية عامة. كل مدرسة فيها كم طالب؟ فيها كذا طالب، بيودوا لها على أساس عدد الأسئلة بتاعتها. يعني ممكن يوصل قبلها باسبوع الورق؟ أيوة في المدرسه. لازم يوصل قبلها ويقعد في المدرسه. تحت التامين. هو احنا على طول يوم الامتحان ازاي يوم الامتحان بعد؟ لا قبلها. قبلها باسبوع على الاقل بيتامن، وفي تامين شديد. الشرطه والجيش دول القوات اللي بتقدر تكفل تامينه حتى الان تأمين كل الأسئلة داخل المطبعة السرية أو داخل المدارس أو داخل مديرية التربية والتعليم. بعد كده بيتم فتح الدولاب ده وفتح المظاريف دي بلجنة من رئيس الامتحان المراقبة وعدد من الملاحظين يفتحوا. يعني حضرتك متصور انه في كل لجنة على مستوى الجمهورية في قنا زي ما حضرتك خدت مثل، او اسكندرية او اي حاجة؟ لا حضرتك اديت مثل بقنا. فانا هاخد محافظة قنا كمثال ان شاء الله. فيها مثلا فرشوط، بهجورة، بتتوزع عليها بهجورة دي قرية صغيرة مثلا في اقاصي قنا. لا مفيش امتحانات ثانوية عامة في قرية صغيرة. يعني هي في المراكز؟ لان بيغششوهم بالتليفون بالميكروفون. طيب في الغش الجماعي. طب هاخد المركز، هقرب من بهجور، هروح لفرشوط. خليها مراكز. هروح لفرشوط، مركز فرشوط. مراكز خلاص، هروح لمركز فرشوط. فيها كم مدرسه؟ نجا حمادي، مركز نجا حمادي. فيها كم مدرسه مثلا؟ فيها 6 مدارس مثلا. لا تتصور نجا حمادي مثلا يعني كبير. مثلا مش عارف. 6 مدارس، كل مدرسه الستة دول عليهم تأمين، بتاخد عدد الاسئله المؤمنه بقوات مسلحه من الجيش ومن الشرطه واقفين عليها. خلاص يجي يتفتح يوم الامتحان الصبح الامتحان الساعة 9. واللجنة بتبقى مكونة من مين؟ اللجنة فتح المظاريف مكونة من رئيس لجنة المراقبة في المدرسة دي، و5 6 مراقبين للأدوار أو الكبار يعني. يقعدوا الـ10 دول أو الـ8 أو الـ7 دول يعملوا محضر فتح المظاريف ويكتبوه ويمضوا عليه ويفتحوا الأسئلة ويحطوها في أغلفة عشان تتوزع على الفصول العيال اللي بيمتحنوا. تيجي قبلها الساعة 9 إلى 5 بتخش على الفصول الأسئلة. تتوزع الساعة 9 بالظبط، تبقى قدام الطالب السؤال. الطالب ممكن يعمل الساعة كده
يصور الاسئله، راحت الاسئله. لا عضو في اللجنه، عضو في اللجنه لا عضو، طالب طالب عضو ليه؟ ليه قبل طالب؟ عضو ليه؟ نعم. ليه لا؟ لا مش عضو، لا مش طبعا انت، لان العضو ده مدرس محترم. لا ممكن يعمل، لا 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 معلش اقول لحضرتك ممكن حاجه، ممكن يعمل كده طبعا. العضو مدرس محترم، لكن في 12 محترم متقدمين للتحقيقات قدام النيابه النهارده معاهم، مش متهمين. امال ايه؟ دول بيتم التحقيق معاهم. لا ايوه حضرتك، بس هم متهمين الى ان تثبت براءتهم. بالظبط. طيب والا ما كانوش تحولوا. خلص بقى. طب لو بقى الجوله الثانيه اللي هي رجوع الاجابات. لا 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 احنا دلوقتي عايزين نخليها يعني في الاجابات قبل الامتحان، لانه النهارده الوزاره يعني فرقت بين تعريفين، قالت الامتحان لما يطلع قبل اللجنه ولو بخمس دقائق يبقى هو ده التسريب، لكن الامتحان لما يطلع بعد بدايه اللجنه بخمس دقائق يبقى اسمه غش. فخلينا التسريب معناه ايه؟ التسريب يعني قبل بدايه اللجنه. اه معناه قبل بدايه اللجنه يعني محترم هؤلاء هو السبب. اتخذت ورقه اسئله من المخزون ده او من الظرف ده، سواء بفعل رئيس اللجنه دي او المدرسين اللي هم بيفتحوا المظبوط. ده معناه اللي هو اللي قلت عليه ايه اللي هو التسريب. تمام. هرجع لحضرتك بقى دكتور جمال، عايزه اعرف من حضرتك ايه هي ادوات الغش الجماعي في التوقيت ده، ادوات التسريب الجديده اللي احنا النهارده بنتفاجئ بيها. اتكلموا عن سماعات بلوتوث صغيره، اتكلموا عن التصوير يعني زي ما حضرتك قلت المراقبين او عن طريق الطلبه، ساعات متخصصه. اتكلموا عن جهاز جديد النهارده اتكلمت عنه وزاره التربيه والتعليم، بيتثبت في فئه القميص بتاعت الطالب وبيسمع منه. النضاره. نضاره كمان؟ نضاره طبعا. ازاي؟ يسمع قول لنا يا دكتور جمال ايه الحديث والمبتكر بقى في وسائل الغش وتسريب. طيب احنا عندنا اولا يعني عندنا كل حاجه في الدنيا ممكن تتخيليها يقدر يثبت فيها كاميرا، ولكن كمان عندنا النضاره العاديه يقدر يثبت فيها كاميرا وتبقى نضاره يا بلوتوث يا واي فاي، تقدر تبعت لمدى معين عن طريق الواي فاي او عن طريق البلوتوث. الراجل اللي شاف الورقه بص في الورقه بالنضاره بتاعته او بالقلم او بالساعه او باي صوره من الصور او بالزرار اللي في هيئه البدله اللي ممكن يصور هذا الموضوع، فبالتالي يقدر يبعت ويروح موصل الحاجه. عندنا يعني عندنا حاجات بالصوت، يقدر يملي الامتحانات بالصوت وعلى طول يكون بيوصل النتيجه لاي مكان بعد كده. الموضوع بقى اسهل واسرع من مما تتخيل، عشان كده بقول لك التاثير ممكن يبقى بدري جدا في مراحل قبل ما طلعت ورقه الاجهزه. تاني حاجه انا عايز اقولها بس حاجه بسيطه قوي، الجماعه بتوع دار الافتاء اخبار الموضوع ده ما يتعملش ليه حمله بهذا الموضوع بدل ما احنا عاملين نتكلم على الناس اللي بتفطر وما بتفطرش. المجاهره بالصيام. طب ليه المجاهره بالميكروفونات اللي في الجوامع اللي مخليه الناس مش عارفه تذاكر بتوع الثانويه العامه؟ والله يا دكتور جمال يعني بشكرك على الكلمه الاخيره دي لانها في الصميم. يعني اذا كان بنتكلم عن زمن الغش وضياع الاخلاق والضماير مش هيفرق ان هو جاهر بالصيام. مش ده معيار الاخلاق ولا ده اللي يخدش الذوق العام في بلاد المسلمين. تاني حاجه في حاجه مهمه، ولكن اللي يخدش الضمير والاخلاق هو الغش. بصي نقولها بصراحه ووضوح، اولياء بعض اولياء الامور بيساعدوا على الغش بدليل. معلش انا هسألك حاجه لان الوقت خلص، اقول لك اولياء الامور بيشتكوا بعض اولياء الامور بيساعدوا على الغش. اشكرك انا عايز اقول حاجه بس جمال. يا استاذ اللجنه دي متساهله ممتازه، واللجنه دي متشدده. انا مش عارف اتكلم عشان اشكرك دكتور حسن شحاته الخبير التربوي استاذ المناهج جامعه عين شمس، واشكرك دكتور جمال مختار. انا عايز اقول حاجه بس قبل ما تشكريني، خبير المعلومات نقابه الصحفيين المفروض تعمل حمله دوليه على الفيسبوك بدل ما هم عمالين يعملوا اللي بيعملوه ده. الصحفيين في ايدهم ان هم يطلعوا ان الفيسبوك ده بيساهم في تدمير مصر عن طريق هذه الامتحانات. بس فأنا مش هنقدر برضو لا يقدر يعملوا كده، هم عندهم ناس بتتكلم. اشكرك جدا دكتور جمال مختار خبير المعلومات والشبكات الالكترونية، وشكرا لحضوركم. وبالفعل المسألة يعني كانت محتاجة المزيد من الوقت، لانه كنت اتمنى اعرف من حضرتك يعني هنعمل ايه بقى، ازاي يعني هنطبق الغش بالاجابة النموذجية، هناخد عينات عشوائية،
ايه الحل في المرحله اللي جايه، بس هنتابعه طبعا مع تواتر الاحداث وتصريحات وزاره التربيه والتعليم. اشكركم جدا، وفقرتنا اللي جايه بعد فاصل قصير. دكتور هاني ابو النجا، خبير التغذيه العلاجيه الناجح والمتميز، هيكلمنا عن التغذيه المثاليه والعلاجيه في شهر الصوم والشرب في ظل الحراره والطقس الصعب، بعد فاصل قصير.